أنا الدكتور مصطفى تيسير الجمال، أنا استشاري في أمراض القلب والشرايين والقسطرة التداخلية. حصلت على شهادة البورد الأردني في الأمراض الباطنية بعد أن تلقيت تدريب خاص في مدينة حسين الطبية وفي مستشفيات وزارة الصحة، وبعدها حصلت على شهادة المزاولة الأمريكية بعد اجتياز امتحانات الـ USMLE، كان اسم الشهادة الـ ECFMG، وبعدها تلقيت تدريب خاص في مركز مايو كلينيك الطبي في الولايات المتحدة الأمريكية على تصوير القلب بالصدى وعلم الهيمودينامكس. وبعدها التحقت في مدينة حسين الطبية، تلقيت تدريب في القسطرة التداخلية، وقد ترأست لعدة سنوات قسم تصوير القلب بالصدى، وبعدها حصلت على شهادة البورد الأردني في أمراض القلب والشرايين والقسطرة التداخلية. وأنا حاليا عضو الهيئة الإدارية في جمعية أطباء القلب الأردنية ورئيس اللجنة العلمية. نوعية الحالات التي نستقبلها في العيادة هي حالات أمراض قلب وشرايين بجميع باختلاف نوعياتها، ولكن في الغالب تكون أمراض لها علاقة بتصلب شرايين القلب. طبعا لدينا في العيادة أجهزة إيكو متطورة جدا ومن أفضل الأجهزة في العالم، ولدينا أفضل جهاز لفحص الجهد، ونستطيع أن نصل إلى التشخيص الدقيق والدقيق جدا بواسطة هذه الأجهزة، ونحول الحالات التي تتطلب إجراءات تداخلية إلى المستشفيات الخاصة، وفي المستشفيات في أقسام القسطرة نقوم بإجراء التداخل على شرايين المريض أو على الصمامات أو ما يتطلب الوضع من إجراء علاجي.